ليش لحتى ما رد؟ أصلاً ما عاد رن مثل أيام زمان. هذا مين بده يكون يا ترى؟ ألو نعم؟ إيه طبعاً، يا عيب الشوم منك، معقولة ما أكون عرفتك؟ ميرسي حياتي. إيه دعاية؟ إيه خليني حاكي جان وخبرك. مو مع جان؟ لكن مع مين؟ انتي شو عم تحكي هنادي خانم؟ ممكن تشرحي لي الموضوع؟ اسمعي مديحة خانم، هاي حملة دعائية لواحد من مساحيق الغسيل، وشركة الإعلانات رح تغير مبدأها هاي السنة مع الحملة الجديدة. وهن حابين طبعاً إنه أمهات المشاهير يمثلوا ما كان عينهم. كيف؟ يعني إذا حضرتك قبلتي فتن رح تكون معك لتمثلوا هاي الدعاية. بالله؟ إيه؟ رح تنفليش. بدي أقول الشركة هالمرة اعتمدت غير أسلوب مديحة خانم، يعني إذا فتون كمان قبلت رح تمثلوا مع بعض. ليش مين هاي فتون لحتى تقبل أو ترفض تمثل معي؟ أساساً أنا اللي ما بقبل أطلع معي يا خانم. إذا هنن بيوافقوا يصوروني لحالي يتفضلوا، أنا موافقة. شو ما ضل حدا بالكون أعمل معه دعاية غير هالقزمه؟ شايفك دخلتي بأجواء انفصامات المشاهير فوراً وما ضيعتي وقت أبداً ما شاء الله. ما تآخذني يا عمي، أنا عندي مبادئ وما بتخلى عنها. مديحة خانم، أنا أجيت لعندك بالأول، إذا حضرتك قبلتي بروح بحكي مع فتون. لا حبيبتي، ما تعذبي حالك، أنا ما رح أتصور معه، ميرسي كتير. يعني أنا مالي موافقة وما في داعي تسأليها. طيب، معناتها رح خبر الشركة وأعتذر. وشغل جانب هالفترة مانو منيح بنوب، يمكن كان ظهورك مع فتون بنفس المكان رح يكون من مصلحته، بس ما رح تزبط. مو مشكلة، رح حاول حل القصة من عندي. شو يعني شغل جان مالو منيح بنوب؟ شو هاد اللي عم تقوليه بالله؟ بس دقيقة بس دقيقة يا جماعة، عدوا شوي. هنادي خانوم، ممكن تتوسعي بالشرح شوي وتحكي لنا بالضبط شو الموضوع؟ رح أحكي. تعي لهون فتون، هذا الفيلم بيفرط من الضحك. شو عم تساوي هلا؟ عم بضربك بالفستق. مو شايفني مشغولة؟ روح اشتغلي بغرفتك. بس هون أبرد، بغرفتي في شغب. اشتغلي برا بالجنينة. بالجنينة ما في بريس كهرباء، وبعدين أنا بشو مضايقتك بقعدتي هون؟ يا الله دخيلك. وتاني شي، شو اللي مرجعك من الشغل بكير؟ بس ما أكون مضايقك، خلصت شغلي ورجعت عبيتي، وين المشكلة؟ خير، شو مشكلتك؟ مشكلتي؟ واحد اسمه جان. شو دخلني أنا؟ أنت ما عم بيعجبك أي شي عم بعمله. أنا ما هيك؟ طبعاً أنت. ليكي، أنا كل شي أنت طلبتي مني عملتلك يا وافقت على كل شروطك يلي بالاتفاقية، ووقعت حتى قلتلك روحي وشوفي مراد مثل ما بدك وإمتى ما بدك وبراحتك، بس مو حاسك مبسوطة من الشي اللي صار. ها؟ ما عم بيعجبك شي بنو؟ حاسسني مو مبسوطة؟ لأنه حضرتك ما عم تتركني أقعد وأشتغل. شو كنتي عم تشتغلي؟ سيناريو. أنتي؟ سيناريو؟ أعطوكي سيناريو؟ سيناريو. قندوستي ألف مبروك. عفواً عفواً، أنا ممنوع أندهلك قندوس. ألف مبروك فتون.
والله بهالحياة ما لازم تقول شو كنت، لازم تقول شو بدك تصير. وما في داعي كل شوي شوف خلقتك. هيك لك انت مانك حابة تشوفي خلقتي بالبيت؟ شو رأيك اطلع من البيت بفرد مرة وريحك مني على الآخر ست فتون؟ خلص بطلع من البيت، بدي روح وبدي يتأخر. شو هالحالة هي؟ أنا كيف بدي أترك للبيت وأحمل حالي وروح؟ بس ما رح تشوفني. صرت أعرفها لهالمجنونة، ما رح تتحمل بعدي عنها ورح تجي مثل التوتو لتشوفني.